في منتصف الثلاثينيات تبدأ الخصوبة الطبيعية عند النساء بالانخفاض، مما يسبب مشكلات للواتي يرغبن في إنجاب الأطفال في وقت لاحق من الحياة. كلمة إخصاب أو في حد ذاته علاج لتأخر الحمل، أنا بنصح كتير جداً إن المرضى يكونوا عطوا نفسهم فترة كافية عشان خاطر يحصل الحمل بطريقة طبيعية على الأقل لمدة سنة قبل ما يبتدوا يعملوا أي فحوصات، لكن بعد كده بعد مرور السنة لابد إن يحصل فحص شامل لجميع جميع الأشياء اللي ممكن الواحد يقدر يتعرف عليها على السبب تأخر الحمل في المرحلة دي. عادة احنا بنبدأ في الإخصاب بنعتبره أكتر من نوع من أنواع العلاجات. البداية الأولى هي عملية تنشيط المبيض فقط في حالة عدم حدوث الإباضة بطريقة منتظمة. المرحلة الثانية اللي احنا بنعملها في حالات لو في إلا في عدد الحيوانات المنوية أو تغيرات في حيوانات منوية بطريقة بسيطة بحيث أني أقدر أساعد الحيوان المنوي أني أعمل عملية فلترة أو تحضير للعينة وحقنها وقت الإباضة داخل الرحم أو داخل الأنبوب، ده بيساعد كتير أنه يرفع نسبة الحمل. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة أطفال الأنابيب في حالة تعثر حدوث الحمل بالطرق السابقة لفترة بتعدي كمان لمدة 6 شهور أو سنة بعد مرور السنة الأولى، هنا الواحد لازم ينتقل للمرحلة اللي بعديها أو تواجد سبب قاطع إن يكون في انسداد في أنابيب فالوب أو قلة العدد بطريقة كبيرة جدا تخلي الطبيب لازم يتجه للطريقة الثانية لطريقة تلقيح البويضة خارج الرحم، ويمكن نعتبرها هي الطريقة السائدة في العالم كله حاليا، إن إحنا نقوم بعمل تنشيط للمبيض في البداية لعدد من البويضات، وبعدين بيقوم بسحب البويضات تحت تخدير لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق، وبعدين بنقوم بتلقيح البويضة خارج الرحم في المختبر بتقنية حقن الحيوان المنوي داخل البويضة، وبعد مرور 2 أو 3 أيام أو ماكسيمم 5 أيام بيقوم إرجاع الطبيب بإرجاع البويضات تانية أو الأجنة أو البويضات الملقحة مرة أخرى داخل الرحم، والانتظار لنتيجة الحمل بعد مرور أسبوعين. تهدف عملية الإخصاب إلى المساعدة على الإنجاب باستخدام تقنيات متطورة تتضمن الدواء والجراحة. علاج العقم عند السيدات يعتمد على سبب ومدة العقم إضافة إلى عمر السيدة. الحاجة الوحيدة اللي أثبتت أهميتها في العلاجات أطفال الأنابيب هي عمر المريضة، يعني العمر بيلعب دور أساسي. المرأة في عمر 20 غير المرأة في عمر 30 غير اللي في 40. لا شك أن المرأة ما بتحبش تسمع كلمة أن أنا أقولها بعد مرور 40 نسبة الحمل بتقل، بس ده لا شك أنه هو واقع بنواجهه كل يوم. تم تحديد عدد الأجنة اللي بيتم إرجاعها داخل الرحم على حسب عمر المريضة، وده بيعني أن المريضة الفوق 40 علشان أوصل لنتيجة إيجابية عندها لابد أني أرجع أكتر من جنين مقارنة بمريضة في عمر 20 اللي احنا بنتم إرجاع فقط جنين واحد، أو في عمر فوق 30 ل 35 بنرجع لها 2 أجنة، أو من فوق 35 بنرجع لها 3 أجنة. القوانين دي تقننت على حسب الإحصائيات اللي تمت فيها نسب الحمل، وبنقدر نقارنها بالعمر لا شك. في بعض حالات بيبقى في قلة في عدد البويضات عند المرضى، دي طبعا نقول ان فرصها بتكون اقل بكتير من واحدة بتنتج بويضات اكتر. الاحصائيات العالمية بتقول ان العدد المثالي للوصول لنسبة حمل عالية في أطفال الأنابيب هي بتتراوح ما بين 10 ل 15 بويضة، فطبعا اللي بيتقل عن كده فرصها موجودة لكن مش فرصها موجودة بارتفاع كافي بمقارنة بالمريضة.
يتم استخراج البويضات خلال عملية قصيرة تحت تأثير المخدر باستخدام إبرة رفيعة موجهة بمساعدة الموجات فوق الصوتية، ثم تجمد في المختبر بدرجة حرارة منخفضة جداً للاستعمال في وقت لاحق. أدى استخدام تقنيات مخبرية في الإخصاب إلى التوسع في وسائل التلقيح والإخصاب كالحقن المجهري واختيار أفضل أنواع الأجنة وإعادتها داخل الرحم، مما ساهم في تحسين فرص الحمل والولادة بطفل سليم معافى. توجد الكثير من الحالات والعديد اللي في مجال الأطفال الأنابيب والخصوبة بيتم فيها فحص الأجنة قبل إرجاعها لداخل الرحم، وده بيتم في فحص يتم فيها فحص الأجنة للأمراض المتعلقة بالجين الواحد والأمراض المتعلقة بالكروموسومات مثل متلازمة الداون، في أمراض أخرى برضو معروفة في منطقة الخليج كثيرا زي أمراض الثلاسيميا، هذه أمراض وراثية يمكن فيها عمل مسح جيني ووراثي للأجنة قبل الإرجاع بحيث إنه نتفادى إرجاع جنين مختل. في أمراض برضو متعارف عليها في بعض الأسر زي سرطان الثدي مرتبطة بجنين سرطان الثدي الأول أو الثاني بسموهم بركة 1 وبركة 2، دول ممكن برضو نفحصهم قبل ما نرجع الجنين إلى داخل الرحم. في حالات تانية بنشوف منها عدد أكبر اللي هي حالات تكرار الإجهاضات في نفس الأسرة أو حالات تكرار فشل أطفال الأنابيب رغم الإرجاع المتعدد، وفي الحالات دي بنفحص جميع الكروموسومات، بنعمل فحص شامل لكروموسومات الأجنة كلها، نتأكد إنه ما فيها خلل وراثي وكروموسومي قبل ما يتم الإرجاع.